مرحبا، معكم سهى من سهى's Dishes. وصفة اليوم طريقة تحضير كيك التين الأخضر المقلوب Upside Down Fig Cake. وصفة موجودة بس قليل من الناس بيعرفوها وقليل من الناس بيحضروها. بهالفيديو رح تشوفوا طريقتي بتحضير هالنوع من الكيك. بتمنى تشتركوا بقناة سهى's Dishes على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سهى's Dishes، تابعوني على انستغرام. خلينا هلا نشوف المكونات وطريقة التحضير. حضرت كل المكونات اللي بحتاجها بهالوصفة. عندي المكونات السائلة والمكونات الناشفة. رح بلش بخلط المكونات الناشفة. كوب وثلاث ارباع الكوب من الطحين، طحين عادي لجميع الاستعمالات. بدخل الطحين بالجاط وبزيد عليهم ربع ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة بيكنج سودا يعني كربونات، وملعقة صغيرة بيكنج باودر. كمان بنخلهم حتى ينزلوا ناعمين على الطحين. بالوسكة الصغيرة بخلط المواد الناشفة مع بعض وهيك صاروا جاهزين للاستعمال. بتركهم على جنب. المواد السائلة اللي بحتاجها اصبع من الزبدة، يعني نص كوب من الزبدة، زبدة طرية شلتها من البراد قبل بساعتين، لازم تكون طرية حتى نقدر نخفقها بالخفاقة الكهربائية. عندي 3 ارباع كوب سكر عادي. النكهات اللي بحتاجها برش ليمونة حامضة واحدة، ملعقة صغيرة من سائل الفانيليا، حبتين بيض، ونص كوب من اللبن يعني زبادي، في ناس بيسموه يوغرت. هاي هي كل المكونات اللي بحتاجها بعجينة الكيك. هلا رح بلش بتحضير الصينية. حضرت الصينية اللي بحتاجها للفرن. صينية مدورة ألومنيوم قياسها 25 سنتيمتر أو 10 إنش. مسحتها كلها بزبدة، قصيت ورقة الزبدة بقياسها، حطيتها بأرض الصينية، مسحتها بزبدة ورشيت طحين على كل المساحة، يعني رشيت طحين على ورقة الزبدة وعلى جوانب الصينية. هيدي الطريقة تكفل انه الكيك ما يلزق، ما في اي احتمال انه الكيك يلزق بالصينية. اذا مش متوفرة لكم ورقة الزبدة ما في مشكلة، بتمسحوا الصينية كلها بزبدة وبترشوا طحين وبتشتغلوا وبتكملوا شغلكم. هلأ رح حط طبقة من السكر البني على أرض الصينية. قبل ما حط السكر البني رح نزل عليها ربع كوب زبدة دايبة. دوبتهم شوي، يعني أول ما ببلشوا يدوبوا بطفي النار. ربع كوب زبدة دايبة بنزلهم على أرض الصينية، بمرقهم على كل المساحة. وهلأ بنزل خليط السكر البني. عندي 100 جرام نص كوب من السكر البني. رح زيد عليهم ملعقة صغيرة قرفة وملعقة صغيرة ينسون مطحون. هيدا السكر هو المستخدم بالحلويات، منه السكر اللي منزيده على القهوة أو أو الشاي. سكر بني خاص بالحلويات. بخلط القرفة واليانسون كتير منيح مع السكر البني. هلأ بوزع السكر البني بأرض الصينية بالتساوي، برشهم حتى غطي أرض الصينية كلها، بيلزقوا على كمية الزبدة الموجودة. بجرب بقدر المستطاع أن أوزعهم بطريقة متساوية بس بالملعقة، بملسهم هيك شوي حتى يصير عندي طبقة مسطحة من السكر البني. وهلأ رح احكي عن التين، كمية التين، كيف بقطعهم، كيف بصفهم على وجه طبقة السكر البني. عندي هون بهالجات كيلو من التين الأخضر، بس مسحتهم شوي بمحرمة المطبخ ما غسلتهم. الكوز بشيل عنه القمعة
وبقطعه بالنص. شايفين كيف؟ اي نوع من التين ممكن نستعمله بهالوصفة، تين ابيض، تين زهر، تين اسود، اي نوع من التين صالح للاستعمال. بقطع كل الكمية، عندي التينات حجم وسط، لهالسبب كتير منيح اني اقص الحبة اثنين. اذا الحبة كبيرة كتير ممكن نقصها اربعة حسب المتوفر لنا. رح كمل تقطيع كل الكمية وبلش صفهن فوق السكر البني. وهيك قطعت التين، بتركن هون جنب الصينية. كوز التين من جهة القمعة خليها لميلة جوا، يعني ميلة حفة الصينية بتكون أول الكوز، بيطلع الشكل أجمل. هيدي القمعة كانت هون، منصفهم بهالشكل. بحط أول شي طبقة داير ما تندار الصينية، وبعدين طبقة جوا. بستمر بصف التين حتى غطي كل مساحة الصينية، وهيك شكل الصينية بعد ما صف فيها كل حبات التين، بلش يبين جمالها. هلأ بالفراغات الموجودة بين حبات التين فرمت كمية قليلة من الجوز، ربع كوب، تلت كوب مش أكتر. فرمت الجوز فرم خشن، ورح نزل بالفراغ الموجود قطع الجوز. هيك بتطلع الطعمة طيبة وشكلها ومنظرها كمان بصير أجمل. والجوز مثل ما كلنا بنعرف منحطه بمربى التين لأنه بيلبق للتين وبيطلع طيب. وهيك الصينية صارت جاهزة مثل ما انتو شايفينها بعد ما حطيت عليها الجوز المفروم. جربت بقدر المستطاع قرب حبات التين من بعض حتى تساع أرض الصينية كمية كبيرة من التين. طبعا ما أخذت كيلو التين، هيدي الصينية أخذت 700 جرام من التين. هلأ صارت جاهزة، رح اتركها على جنب وبلش تحضير عجينة الكيك. حطيت بالميكسينج بول اللي رح اخفق فيه الكيك كمية الزبدة مع كمية السكر، بخفقهم بالخفاقة الكهربائية لمدة 3 دقايق. وهيك خفقت الزبدة والسكر مدة 3 دقايق، عملنا كريمينج للزبدة والسكر. شايفين بصير اللون أبيض وناعم. هلأ رح زيد ملعقة صغيرة فانيليا، سائل الفانيليا، ورح ابرش ليمونة حامضة واحدة. ببرش بس القشرة الصفرة الخارجية وما ببرش القشرة البيضاء لأن فيها مرار. هلأ بعد ما نزلت الفانيليا وبرش الحامض على خليط الزبدة والسكر، رح اخفق البيضتين بيضة ورا التانية. بنزل أول بيضة وبخفق على حرارة على سرعة وسط، وبرجع بنزل البيضة التانية وبخفق بس لحتى كل هالمزيج ينخلط مع بعض كتير منيح، حوالي دقيقة واحدة. بهاللحظة رح زيد نص كمية الطحين على الخليط، بخفقهم شوي وبرجع بزيد كل كمية اللبن على اللبن. اي نوع لبن عادي، لبن سادة من دون نكهات، انا مروبتهم بالبيت. بخفقهم شوي وبرجع بزيد ورا اللبن الكمية الباقية من الطحين. هلأ على سرعة خفيفة، وقت منزيد الطحين واللبن والكمية الأخيرة من الطحين، نشتغل على السرعة الخفيفة.
زيت للكمية الباقية من الطحين. بدنا ننتبه الخفق لوقت قصير، مجرد ما يختفي الطحين بقلب الخليط بوقف الخفق على السرعة الخفيفة وقت كتير قصير. بكفي خفقنا عجينة الكيك وخلصنا. شفتوا الطريقة منها صعبة ابدا، والمكونات كتير سهلة. بالسباتولا بخلط كتير منيح الجوانب ومن تحت حتى اتأكد انه صار عندي خليط متماسك. هلأ رح نزل العجينة على وجه حبات التين. العجينة عجينة تقيلة كثيفة، منها عجينة رخوة مثل ما انتو شايفين. بنزلها على وجه التين. كل المكونات والمقادير بتلاقوها مكتوبة بصندوق الوصف بالعربي وبالانجليزي وبكل التفاصيل. بالملعقة بوزع العجينة على كل المساحة بالتساوي. الصينية صارت جاهزة لتدخل على الفرن. حرارة 350 فهرنهايت 180 سلسيوس على الرف الوسط. بتاخد وقت بين 45 دقيقة والخمسين دقيقة حسب الفرن. شلت الكيك من الفرن، تركته بالصينية 10 دقايق. قبل ما اقلبه بمرق سكينة صغيرة داير ما تندار على كل الجوانب حتى اتأكد انه الكيك مش ملزق من ولا محل. هلأ بقلبه على طبق التقديم. رح شيل الصينية. تمام التمام، روعة. شايفين ما لزقت ابدا. هلأ رح اترك الكيك يبرد كليا. بس تتشوفوا كيف شكل الكيك اول ما شلت الصينية عنه، منظر روعة بينهدى للملوك. شايفين اللون الغامق من القرفة واليانسون والسكر البني. وجه الكيك كمان كان لونه ذهبي غامق حتى ينشف الكيك وما يطلع بعده عجين من النص. اذا بتشوفوا لون ذهبي غامق على وجه الكيك هو بالفرن، ما يخوفكم هالشي، لازم يكون لونه غامق حتى نتأكد انه العجينة تنشفت. وهيدا الكيك بعد ما يبرد كليا. شوفوا هالمنظر، شكله بجنن والطعم كتير طيبة. أروع منظر لأطيب كيك. قصيت قطعة حتى تشوفوها، هيك بتبين من جوا. كيك طري رطب، طعمته كتير طيبة ومنظره بجنن. لحقوا حالكم جربوا هالوصفة قبل ما يخلص موسم التين. شفتوا معي طريقة تحضير كيك التين المقلوب upside down fig cake. بتمنى تجربوا هالوصفة وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوا تشتركوا بقناة سوهاز ديشز على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سوهاز ديشز، تابعوني على انستغرام. Please subscribe, like and share. Thank you very much. See you next time.